رجع لنا تاني المهندس سمير سلامه رئيس هيئه النقل النهري. يا باشمهندس، ممكن أهلا نعرف ما هي الاشتراطات اللي بيسمح بيها بنزول مراكب، ومن المسؤول عن هذه المراكب في عرض النهر؟ هيئة النقل النهري يا فندم هي المسؤولة عن إصدار التراخيص بعد استيفاء معاملات واشتراطات السلامة سواء للمركب أو للطقم أو لمعدات الإنقاذ اللي عليها. طيب حضرتك منسوب لك منسوب لك النهاردة إن هذا المركب ملوش ترخيص. المركب الصغير فعلا إحنا لما طلعوه لقينا الاسم اللي موجود عليه مش موجود على اللي مش موجود ليه ملفات عندنا. إزاي نزل النيل؟ يعني إزاي حد يجيب مركب مش مرخص وينزلوا النيل ويكون موجود؟ انا لما اقول ان ملوش ترخيص من عندي مش معناه ان ملوش ترخيص خالص، ممكن يكون الترخيص بتاعه صادر من المحليات، لان احنا في عندنا اجهزه او المحليات بتدي التراخيص لداخل المحافظه الواحده او اذا كانت غير اليه. فالمركب دي اساسا هي غير اليه، وبعدين هم الناس بعد ما بيرخصوا الكلام ده في الملاحه الداخليه يجوز ان هو ممكن يجيب وحده محرك اوت بورد ويحطها على المركب ويشغلها يعني. وهنا ده دور بقى الرقابه او دور المسطحات بحيث ان هي تتاكد من ان اي وحده ماشيه هي وحده سليمه ورخصها سليمه. يعني مسؤوليه وجود مركب غير مرخص او مخالف او سائق ليس معه رخصه دي مسؤوليه المسطحات. احنا مسؤوليتنا ان احنا نتاكد عند اصدار الرخصه ان المركب سليمه وصالحه للملاحه. ده فقط مسؤوليه هيئه النقل النهري. مسؤوليه هيئه النقل النهري كانت. نعم، حتى الآن ما تعرفوش هذا المركب ترخيصه منين وهل معه ترخيص من جهة أخرى أم لا؟ لما المركب طلعت لما طلعوها النهارده بالكامل بلغونا، أنا كنت مشكلين لجنة النهارده الصبح راحت عينت المركب ديت وعينت الصندل عشان تشوف أول الخلل والمخالفات اللي ممكن تكون موجودة فيها. قالوا لنا المركب عليها اسم اسمه البرنس البرنس عباس. نعم تمام. رجعنا للملفات عندنا لقينا فعلا الاسم موجود، بس واحنا بنراجع الملفات لقينا المركب دي موجوده في المنيا. احنا عاده في الملفات اللي عندنا بيبقى ارقام صاحب المركب موجود عندنا، فاتصلنا بيه فقال لنا لا انا المركب بتاعتي موجوده في المنيا. نعم. وموجوده عندي ورخص السد ساريه، يبقى اذا الاسم اللي على المركب ده اسم وهمي هو حاطه صاحب المركب عشان يعني لما الناس تيجي تفتش عليه يقول لهم انا معايا ومعاه صوره رخصه، ممكن يكون واخدها بالاتفاق مع صاحب المركب الاصلي. ما احناش عارفين ان الكلام ده هتوضحها النيابه بقى من خلال التحقيقات اللي بتتم مع سائق المركب وصاحب المركب اللي هم الصغيره، هي دي اللي هتوضح الحقائق بالظبط. ولكن المركب لغايه دلوقتي ما لهاش رخص عندنا وما لهاش ملفات موجوده في هيئه النقل النهري. سياده المهندس سمير سلامه، اتفضل يا فندم. هل ما زلنا حضرتك شايف ان الاليه، يعني معقوله ما عندناش شبكه معلومات خاصه بكل المراكب تساعد حضرتك في انك تشوف مباشره والاخ بتاع الاحياء يشوف ويبقى قدامه كل البيانات؟ يعني الشبكات مش فاتحه على بعض. ومين قال لسيادتك؟ انا بقول لحضرتك المعلومه اللي انا بقولها لسيادتك دي من خلال الرجوع للملفات اللي عندنا ومن خلال وجود الشبكه، من اطلعها من على الكمبيوتر من عندي. انت حضرتك لما شفت لقيت الترخيص ده صادر في المنيا فموجود عند حضرتك واضح، ومع ذلك كلمت الشخص على ان المركب ده جه من المنيا لهنا؟ ما انا بقى قلت جايز يكون فعلا نقلوا للمنيا وجابوا عندنا، ما ممكن المركب تمشي من هناك لغايه المنيا، من المنيا لغايه القاهره مفيش مشكله. ترخيصها مسموح بيه انها تمشي كده؟ الترخيص يا فندم هو بيطلع له حاجه اسمها نزهه عامه او نزهه خاصه. نعم. نزهه عامه، النزهه العامه مسموح لي بالعمل في كل المجال المائي، ما بنحددلوش مجال عمل. الحمولات بتاع المراكب واعداد الناس وكده كله ده مسطحات مائيه؟ لا يا فندم، احنا الاول بنحدد فيها عدد عدد الافراد المسموح بنقلهم وبنحط على الرخصه، بحيث المسطحات في وقت ما توقف المركب وتشوف عدد الركاب اللي عليه بتقارنه بالعدد اللي موجود في الرخصه، لو في مخالفه بتحقق له بتحرر المحضر اللازم وبتعمل له عمليه القصر. هل هيئه النقل النهري بتقوم باي دور متابعه داخل النيل ولا حدودها خارج النيل؟ لا لا لا، بنشتغل جوه النيل يا فندم. احنا عندنا بنشتغل بنعمل مخطط شهري بحيث على مدار العام بنكون فحصنا كل الوحدات النهريه الموجوده في جميع المحافظات اللي بيمر فيها نهر النيل. وبنعمل اللجنه ديت بالمشاركه بالمشاركه مع شرطه المسطحات ومع الملاحه الداخليه للمحافظات، وبنخاطب جميع الجهات ديت. انا لسه امبارح ماضي المخطط بتاع تفتيش شهر 8
على اساس ان احنا بنبلغ الجهات ديت عشان بتطلع لجنه كامله، لجنه موسعه تعدي على كل الوحدات المهنيه ونتاكد من سلامه تراخيصها واستيفائها لادوات السلامه لجميع الوحدات المهنيه. وجود مخطط احنا بنعمله شهري بغض النظر عن الحادثه دي. وجود صندل في البحر في النيل ما فيهوش اضاءه، دي مسؤوليه مين؟ دي مسؤوليه الشركه يا فندم المنفذه، تمام؟ وبعدين برضه انا بقول لحضرتك هذا الصندل كان بينزل حموله في ميناء اسمه قريب من القناطر. يعني الميناء كان قريب من القناطر واتحرك منه، كان المفروض يبات في الميناء لغايه ما يقابل ما يطلع النهار ويتحرك. يعني حركته في الليل خطأ. خطأ طبعا يا فندم. والناس دي كلها واخدين رخص من القياده من الهيئه، واخدين تدريب على اعلى مستوى، وقائد المركب يعلم تماما انه غير مسموح ليه بالسير ليلا. بشكر حضرتك جدا، بشكر حضرتك المهندس سمير سلامه رئيس هيئه النقل النهري.